حاجه ثانيه. تدريب الاسئله كل واحده كل محطه سؤال في ورقه السؤال اللي هي مش عارفاه وتطبق الورقه ونحطها في العلب بنار. بعد ما نحط الاسئله ماشي هنبدا نحل. مين اللي هيحل؟ مش اللي حاطط الورقه المطبقه ومش عارفه فيها ايه. اللي عايزه تحلها ترفع ايدها وتطلع تختار اي ورقه اللي مش عارفه مكتوب فيها اي سؤال وتطلع تختار الورقه. الورقه تقراها تشوف السؤال عرفت تحله ماشي ما عرفتش نشوف واحده تانيه. ماشي طيب نحضر الاسئله نحضر الاسئله. طيب الصف الاول ده نطلع اول واحده الصف تلك الاول يحط الاسئله بتاعته. يلا والله يلا اشتركوا
لسه الدنيا ما خدتش. ثم تتكون الى جنين، ثم تنقسم عدة مكونين، سماد اخرى